انا سامعه انه عم بتصل فينا مراسلنا نبيل شهوان. نبيل شهوان انت معنا على الخط؟ اهلا يا ميرا، هنا نبيل من اورشليم القدس. وهل برا انا على الجد في القدس ميرا، وقولي لسميرة انه مع انها بتحبش زلام انا بحبها، وانا بعزها وانا بقدرها وانا بحترمها حبيبتي سميرة. طيب بوصل، شو عم تعمل بالقدس؟ يا ميرا انا كان بدي اشوف كيف بيعالجوا وكيف بتدولوا موضوع المثليين والمثليات في اهم مكان في العالم اللي هو طبعا الكنيسة. وانا اكتشفت ميرا انه انت لازم ديري بالك. لازم ادير بالي من ايش؟ لحظه، عضو الكنيسة السابق بنيزري من شاس عم بيقول المثليين هم السبب للهزات الارضيه. كمان مره، المثليين هم سبب للهزات الارضيه. فانا بقترح ميرا انه تلاقي لك مكان تتخبي فيه، لانه كمان شوي بنهد عليك السقف بسبب ضيفتك. وانا بقترح عليكي كمان جمعي معلبات ومي كمان. معلبات ومي بجمع ليلى. لحظه لحظه ميرا لحظه. اسا وصلني خبر عاجل من عضوة الكنيسة السابقة أناستاسيا ميخائيلي اللي بتقول المثليين كلهم انتحاريين. كمان مرة، المثليين كلهم مش واحد واحد، لا. كلهم انتحاريين. فحطي لي عينك على ضيفتك يا ميرا وشوفي لي اياها اذا حزينه او محبطه او متمرمره. لا شكلها مبسوطه ما شاء الله عنها. مبسوطه طبعا، مبسوطه لانها اصلا وهميه ميرا، وهذا اسكوب تبعي. شو يعني وهميه؟ كيف يعني؟ انا بقتبس عضو الكنيسة ابراهيم صرصور اللي بيقول عندنا بالوسط العربي ما في مثليين ومثليات. كمان مره، عندنا بالوسط العربي ما فيش يعني مثليين ومثليات. وانا بصدق اميرة لانه نائب منتخب وراجل محترم واكيد فهمان وبعرف انا ايش بيحكي. اذا ميرا هذا معناه انه انت عم تحكي مع الهوى. لانه ما في ظاهره من هالشكل. كيف يعني عم بحكي مع الهوى؟ اياها قاعده قدامي الصبيه. انت عم تتخيلي ميرا، هذه الضيفه وهميه، انت بتحكي لحالك، عيب عليك يا ميرا. شو عم بيعمل الواحد عشان الريتنج؟ أميرة خاب أملي فيكي. متأسفة إنه خاب أملك فيي، بس لازم أرجع لضيفتي. شكرا لك نب. طيب ارجعي لضيفتك تحكي لحالك. والله شو عم بيصير مع أميرة؟ انجنت والله مسكينة. تعال نحكي الدغري. عندنا بالمجتمع العربي في كثير ناس كانوا بحبوا يكتموا وينكروا موضوع المثليين أصلا إنه موجود ولا لا؟ طبعا فيش هيك شيء عندنا احنا. مزبوط. كيف تشعري مع هذا الانكار؟ ضحكتي اسا وانا بضحك كمان. ما هو شر البلية ما يضحك ولا لا؟ شر البلية ما يضحكوا بالضبط. بس على كل حال، حتى بالمجتمع الاسرائيلي مع انه منفتح وكذا، مثل ما سمعنا طبعا شو نبيل حكى لنا، كمان في اراء مسبقه جدا يعني ظلاميه عن المثليين. عشان هيك زي ما الظهور كثير مهم، الظهور المهم يعني. اسا الاخ صرصور بيقدر يقول وهمي، فانا باجي بكسر له الاوهام اللي هو عايش فيها.